عند الظهر ويستيقظ قبيل المغرب فتكون الظهر والعصر. هذا ليس تباريا يا أيها الكرام، هذا تقصير، هذا تقصير في حق الله تعالى وفي حق الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السهر، وقد كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. النوم قبل العشاء قد يفوته الإنسان وقت العشاء فيبقى إلى الفجر، فكان يكره النوم قبلها يعني بعد المغرب مباشرة، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي الجلوس والسهرات إلا لحاجة ضرورية كضيف غائب أو سفر أو ما إلى ذلك من حاجات الإنسان المهمة. أما ما يحدث في زماننا اليوم أيها الكرام من سهر بلا حاجة يغفل الإنسان في جسده وعافيته وفي فضل الله عليه، فإن الله يقسم الأرزاق الحسية والمعنوية من عند الفجر إلى أول النهار، تقسم الأرزاق الحسية والمعنوية فيفرج المسلم على نفسه رزق الله حسا ومعنى بنومه عند الفجر أو قبيل الفجر أو بعد الفجر بقليل. يعني من يصلي الفجر يعني نقول لا بأس بركة، ولكن كثير من الناس ينام قبيل الفجر ثم تذهب الفجر وتذهب كما قلنا أو ينام بعد الفجر بكثير فتذهب الظهر وتذهب العصر. يا أيها الكرام هذا ليس سنة الإسلام، لا لأننا تقلدنا هذه العادة الغريبة وصارت كما قلت تفاخرا بين الناس، الكبار والنساء والرجال والأطفال، إما في مثل التسعة بالعشرة الظهر قبل الظهر كل الليل ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا أيها المسلم؟ إيش تفعل؟ تقضيها على سهرات ضياعات على ماذا؟ أنت تعرف وأنا أعرف على ماذا نصنع في ليلنا؟ أنناجي ربنا ساجدين قانتين راكعين؟ أنتلو كتابه قبل ثلاث ساعات نستيقظ لنتلو كتاب الله تعالى ونقرأ القرآن؟ أم أن هذا ضياع للأبصار وقتل للأعمار وإداية للصحة؟ ما هو؟ يقول أحد القائلين سمعتها مرارا، ما بحسن يا أستاذ؟ ما أدري شلون هذه كيف تترجم أنا لا أدري، ما بحسن ما أدري أنا، كيف لا أحسن يعني؟ لا أحسن يعني أنا أقولها، أنا أقول من عمي قليلا وباللغة الفصيحة قليلا، كيف لا تحسن ذلك يعني؟ ما هي؟ أي هي علم من الذرة من اللغة العجيبة التي لا يدريها أحد سنتيفيلية اللي تعلم واحد في 50 سنة؟ ما أدري كيف يعني ما يقدر الإنسان؟ حينما كنا صغارا وكنتم صغارا متى كنا ننام؟ كيف كنا نحسن؟ نحسن؟ أيضا لا أدري، هذا تقصيرنا أيها الكرام. فلنبدأ بإعادة بناء شخصيتنا وحياتنا من جديد. هذا موضوع أول وموضوع آخر مهم أردت بيانه أيضا. الغرور داء استفحل في الأمة الإسلامية بشكل واضح، وهو إحدى المصائب الكبيرة التي ظهرت بين المسلمين، وهي سبب في كثير مما ينالونه من العقاب أيضا الحسي والمعنوي. كثيرا من الناس يظن في نفسه أنه قد بلغ ذرى الخير، قد بلغ ذرى العلم، ذرى الأدب، ذرى الخلق، هذا في الناحية الدينية، ويظن نفسه في الناحية الدنيوية بلغ ذروة المال، بلغ ذروة الجاه، بلغ ذروة القوة، وينسى الناس وينظر إليهم من شاهق ويظنهم أقزاما أو أطفالا أمامه. ترى من تعلم شيئا من العلم، أنا مهندس، ما معنى ذلك؟ يعني غير لا شيء. أنا طبيب، معنى ذلك؟ غير لا يساوي شيئا. أنا مدرس، معنى ذلك؟ الناس لا قيمة لهم. أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا. يا أخي ما هذه أنا؟ هذه أنا لو تذكرنا جميعا لما قال إبليس أنا خير من خلقته من نار وخلقته وخلقتني من نار وخلقته من طين، جاءه الجواب مباشرة قال فاخرج منها فإنك رجيم. تتبلش بأنا فاخرج منها، انطرد مباشرة، لا تستحق أنت يا أيها الكرام. ماذا يستحق؟ أنا أبدأ بنفسي، كلنا ننظر إلى أنفسنا، ما نحن لولا فضل الله علينا؟
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا لكن الله يزكي من يشاء. لولا رحمة الله ومنته من اين لي هذا العلم الذي احمله وانت من اين لك هذا العلم الذي تحمله؟ لولا فضل الله عليك ورحمته من اين لك هذيك ورحمته؟ من اين لك هذه الصحة واخوك او عمك او جارك او ابنك او زوجتك قد فقدوا هذه الصحة؟ لولا فضل الله عليك ورحمته من اين لك هذه المدركات وهذا العقل الذي تفكر فيه؟ وغيرك قد يكون جميلا وسيما قسيما لكن ذهبت هذه النعمة العظيمة نعمة العقل. هذه نعم الله علينا يا ايها الكرام، أي أن لنا أن نغتر بها ثم ينسب الإنسان إلى نفسه العظمة والجاه والعز وإذا نوصح قل لي عشرتها أنا بعلم 50 مثلا وإذا ذكر كل عظم معلق كرعوبة. سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. السبب هذا الانتفاخ هذا الغرور. تذكرون من أيام لما حدثتكم عن ابن النفيس تأويل إعادة قصته، يكتب المتطبب رئيس الأطباء يكتب متطبب تواضعا لله تعالى. سبحان الله. أيضا كثير من الناس من آثار الغرور التي دبت في أنفسهم ما عادوا يريدون الاستفادة من أي شيء. مثلا كثيرا من طلابنا وهذه أنا ألمسها كثيرا جدا بمجرد أن يحصل على الشهادة تبخرت المعلومات التي حصلها على الإطلاق نهائيا. ثم إذا جئت إلي أنا صاحب شهادة تفضل نشوف اعمل فحصا صفر. المهم أحصل على الشهادة، المهم أن أتكبر عن الناس، المهم أن تشرئب نفسي، مهم أن أنظر إلى الناس من فوق، المهم أن أرى الناس صغارا. والذي يرى الناس صغارا هو الصغير يا أيها الناس، هو الصغير، هذا هو المهم. ثم بعد ذلك انتهى كل شيء، المهم أن يصبح عندي بيت فخم، المهم أن تصير لي سيارة حديثة جدا لا يمتلك أحد مثلها، هذا هو المهم. ثم بعد ذلك لا قيمة لأي إنسان، لا قيمة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا منتصرا كيف وصفه أصحابه رضوان الله عليه؟ دخلها واضعا رأسه على الرحل مائلا برأسه هكذا يقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، ينسب كل فضل إلى ربه سبحانه وتعالى. فما بالنا جميعا ننسب نعم الله إلى أنفسنا وننسى المنعم علينا بها سبحانه وتعالى، وما لنا نستكبر بعد ذلك؟ كما قلت والاستكبار والغرور سبب للهلاك. لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى أخذه الله نكال الآخرة والأولى. قارون لما ذكر بنعم الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا علمي هذا فضلي يا أخي، إيش تقول أنت ما في فضل أحد علي، إنما أوتيته على علم عندي. كم منا من كان فقيرا في حي فقير من أب فقير وأم فقير إن ذكرته أنت يا فلان من هناك لا يعلم الأولاد من أين أنت يا ولدي من حلب جديد وركن حلب جديد أستاذ في حدا من أهل حلب الحقيقيين أصلا ولد في كان حلب جديد موجودة في الدنيا أصلا والأم تعلم أبنائها ذلك ولا تقول إذا قلت لهم من الناس بعدين ضحكوا عليك لا تقول الفردوس لا تقول ما ضحكوا عليك يضحكون عليك إذا قلت لهم من القرية لسه يضحكوا أكثر لا تقول. أين قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ أين هو؟ قد يكون ابن القرية خيرا من ابن المدينة، وقد يكون ابن المدينة الفقير خيرا من ابن المدينة الغني، وقد يكون الغني خيرا من الفقير. الميزان ليس الفقر وليس الغنى وليس الجاه وليس المكان وليس الشخصية وليس الأب وليس الأم، المقياس هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا وضعنا هذا المقياس نصب أعيننا تواضعنا لربنا وتذللنا له سبحانه واستشعرنا أننا والمسلمون كلنا بعض. يا أيها الناس
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلنستشعر جميعا هذا المعنى العظيم، معنى الذل لله والتواضع مع عبيد الله، ننل بذلك رحمة الله. حققنا اللهم بذلك يا رب العالمين. قوموا لصلاتكم.